بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، في ديننا ودنيانا وذريتنا وأهلينا وأمتنا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في أحكام الرهن. فصل في أحكام الرهن. ويقول: الرهن لغة معنى الثبوت. يعني احنا مثلا نقول ايه في الاخبار؟ يقول لك الحالة الراهنة. الحالة الراهنة يعني الحالة الثابتة الان، الواقعة يعني الان. فالرهن معناه اصلا في اللغة الثبوت، لكن له معنى شرعي، وهو جعل عين مالية وثيقة بدين. يبقى هي الرهن عبارة عن مال وثيقة بدين، شيء متمول، سواء هذا المال يبقى يعني عقار، يبقى أرض، يبقى دابة، يعني أي شيء متمول، يعني يمكن بيعه ويمكن شراؤه ويمكن هبته. فكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه ويجوز إيه؟ هبته. فعلشان كده معناه الشرعي هو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. يبقى فائدته ايه؟ ان هذه الوثيقة يستطيع الدائن يأخذ حقه منها ان عجز المدين عن تسديد الدين، فعلشان كده يستوثق بها. وكلمة وثيقة دي، الوثائق في الحقوق ثلاثة في الشرع الشريف. ما يوثق الحقوق ثلاث أنواع: أول حاجة الرهن، تاني حاجة الضمان، وتالت حاجة الشهادة. يعني أنت عشان توثق حقك إما تأخذ رهن أو تجد ضامن أو شهود يشهدوا، مش كده برضه؟ هي دي الوثائق التي تثبت الحقوق في الشرع الشريف. الرهن والضمان لخوف الإفلاس، والشهود لخوف الجحود، ممكن يجحدوا يقول لك مالكش حاجة عندي، اثبت لي، مين يشهد لك؟ مش كده برضو؟ يبقى إذا كنت خايف من الإيه؟ من الجحود يعني الإنكار، يبقى تجيب شهود. إذا كنت خايف من إفلاس وعايز تضمن حقك، يا إما تجيب ضامن عشان تلجأ للضامن، والضامن غارم، يوم الضامن ده يدفع لك حقك إن عجز الآخر المضمون اللي يسموه الضامين يعني، أو المضمون، أو إنك أنت يرهن عندك شيء تستطيع إنك أنت لو عجز تبيعه وتاخد حقك منه. يبقى الوثائق بالحقوق إيه؟ ثلاثة: الرهن والضمان لخوف الإفلاس، والشهادة لخوف الجحود والإنكار. عشان كده هنا بيتكلم بقى على الرهن، يقول لك ايه؟ جعلوا عين مالية ايه؟ وثيقة. شوف جاب لك وثيقة اهو. هنيجي في الضمان برضو هنلاقي بيها كلمة وثيقة برضو، عشان ناخد ان في الضمان في الحكاية دي. عين مالية يعني عين متمولة. يعني متمولة يعني ايه؟ لها قيمة، يعني لها قيمة سوقية، يعني تستطيع انك تبيعها. وثيقة بدين، بدين يعني مقابل دين، مقابل دين، ولا يشترط ان هي تكون من نفس قيمة الدين،
لا يشترط، ممكن تكون أقل من الدين، ممكن تكون أزيد من الدين، ممكن تكون بقدر الدين. المهم يبقى عندك حاجة تجعله صاحب تجعل المدين هذا يأتي لصاحب الدين اللي هو الدائن في الوقت اللي اتفقوا عليه، يقوم ايه يسدد دينه، بحيث انه لو عجز تستطيع انك انت تتصرف فيه. لو عجز هي لو اقل من الدين، لو عجز ان هو يأدي هتاخدها والمحكمة تجيب لك الباقي. اذا كانت اقل من الدين بترفع انت حكم قضائي، يوم يجي القاضي يقول لك تصرف فيها، وتتصرف فيها بايه بمعرفة برضو القاضي، بحيث ان يتأكد ان فعلا قيمتها اقل من الدين، ثم يحكم لك بعد ذلك منه بالدين بباقي الدين اللي عليك، يجيبوا لك منه باي طريقة، اما الحكومة تضمنه، الحاكم يضمنه فيسدد دينه، ثم بعد ذلك يتعامل الحاكم مع المفلس هذا بطريقته، او انه يشغله ويدي لك من مرتبه، المهم تستوفي باقي دينك. يستوفى منها عند تعذر الوفاء. يستوفى ايه اللي يستوفى؟ الدين يعني. يبقى يستوفى الدين منها عند تعذر الوفاء، ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول. وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف، ده شرط في الراهن والمرتهن. يعني من التعريف ده والكلام ده تعرف تطلع منها أركان عقد الرهن. يعني لما يجي يقول إيه جعل عين مالية، مين اللي هيجعل؟ العاقدين. يبقى جعل عين مالية يعني العاقدان، العاقدان دول اللي هو الراهن والمرتهن، الراهن والمرتهن ادي العاقدين، يجعلوا عين مالية، والعين المالية دي اللي هي ايه؟ اللي هي المرهون، وثيقة بدين، والدين اللي هو المرهون فيه. يبقى عندنا ايه؟ عاقد، عاقدان اللي هو راهن ومرتهن، وفي مرهون، وفي مرهون فيه، وفي صيغه اللي هي ايجاب وقبول. ادي اركان عقد ايه الرهن، جايبه لك في وسط الكلام، يعني انت تقدر تستنبطه من وسط الكلام. يبقى ممكن تقول اركان عقد الرهن عاقدان راهن ومرتهن، راهن ومرتهن. الراهن اللي هو المدين، والمرتهن اللي هو الدائن صاحب الدين، مش كده برضه؟ وبعدين مرهون اللي هو الحاجة اللي هتضعها عنده ليتصرف فيها، ده المرهون. وبعدين المرهون فيه اللي هو الدين نفسه. والصيغة لابد فيها من إيجاب وقبول، يعني تقول له مثلا تعطيني هذه البضاعة بكذا، وأرهن عندك هذا الشيء لحين ما أعطيك الثمن بعد مثلا شهر شهران إذا ما اتفق، فالتاني يقول قبلت، يبقى لازم فيها إيجاب وقبول، واضح؟ فإذا قبض المرتهن بقى العقد لازم، ما ينفعش ترجع فيه بقى. طول ما هو لم يقبض المرتهن الرهن يبقى العقد لسه على اختيار، ممكن يقول لك افتح له، مش موافق أنا عايز أكاش الوقت مثلا، لكن لو قبض وقبل يبقى عقد لازم، خلاص لازم العقد. طالما العاقدان هيتصرفوا يبقى لابد ان هم يبقى ايه ان يكون مطلقين التصرف، عشان كده يقول لك وشرط كل من الراهن والمرتهن ايه ان يكون مطلق التصرف. يعني ايه مطلق التصرف؟ يقوم يخرج الصبي، يخرج المجنون. بكلمة مطلق التصرف دي هيخلق لك مين؟ الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفة والمكره، فدول يخرجوا. ليه؟ لأن قالك مطلق التصرف، يبقى لازم يبقى الراهن والمرتهن مطلق التصرف. وهو على أي حال من عقود الأمانة، في عقود في الشرع الشريف
بتبقى اليد فيها يد ضمان، وفي عقود في الشرع الشريف اليد فيها يد أمانة. عقد الوديعة هنيجي ناخده تلاقي اليد فيها يد أمانة، عقد الإعارة اليد فيها يد ضمان، طب وعقد الرهن اليد فيها أيضا يد أمانة. يد أمانة يعني إيه؟ يعني لا يضمن إلا إذا تعدى. يعني المرتهن خد الرهن حفظه عنده في مكان، ها؟ الصبر الأول. الرهن أخذه المرتهن حفظه عنده لحين ما يجيله حقه، حفظه في مكان يليق بإيه؟ بالرهن. وبعدين حاجة لا إرادية حصل، حريقة، اتحرق الرهن، يبقى لا يضمنه. واضح؟ لأن اليد عليها إيه؟ يد أمانة مش يد ضمان. طب إمتى يضمنه؟ لو خد الرهن ولم يحفظه في مكان يليق به، يبقى هو اللي قصر. واضح؟ يعني أنا اديته الرهن بتاعي، اديت له جمل مثلا يخليه عنده، وقلت له أنا هجيب له أكله كل يوم، أنا صاحب الجمل أكله علي، لكن حرهنه عنده علشان يضمن إن أنا مش هبيعه، لكن أكله على المالك. فهمت إزاي؟ على الراهن يعني، مش على المرتهن. أو اتفقت معاه إنك أنت أكله واحسب لي تمن أكله، ونبقى بعد كده الحساب يجمع. فهو راح واخد الجمل، منعني من إن أنا أوصل له أكله وهو ما أكلوش، الجمل مات، يبقى هنا يضمن. أو لم يدخله المكان اللي يليق به، سابه في الشارع لم يربطه، جاء واحد خده ومشي، يبقى هنا يضمن يجيبهولي لأنه ضيعه. واضح؟ لكن لو خده وحطه في الزريبة اللي هي اللي بيقعد فيها الجمل، ومكن الوكلاء بتوعي ان هم يوصلوا له الاكل بتاعه كل يوم، وبعدين جاء في يوم بالليل ماس كهربي حرقت الزريبه ماتت الحيوانات، ما يضمنش لان ده قدر. يبقى اليد في عقد الرهن يد ايه؟ امانه. ويد الامانه لا تضمن الا بالتقصير والتعدي. واضح؟ يبقى لازم يثبت ان في تقصير او تعدي. يعني الضمان ما يد الضمان يبقى يضمن على طول زي في الاعاره هناخدها، يضمن سواء تعدى ولا ما يتعدى. لكن عقد الرهن اصله عقد امانه، فيبقى الضمان يجي يطرأ عليه الضمان. كل دي ناخد بالنا منها. طبعا اصل الرهن جاء في القرآن، الأصل يعني الدليل. ربنا بيقول إيه؟ فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، مش كده؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الفاء هنا لما بتدخل في جزاء الشرط، ما وإن كنتم على سفر دي جملة شرطية، ولم تجدوا كاتبا فايه؟ فرهان مقبوضة. رهان مقبوضة دي جزاء الشرط اللي بيسموه احنا جواب الشرط. نشوف جواب الشرط ده، لو لقينا جواب الشرط مثلا مصدر ودخل فيه الفاء، يبقى معناه صيغة من صيغة الامر. يعني فرهان، رهان دي جمع رهن، ورهن ده مصدر، يعني كأنه بيقول له فرهن يعني فرهن، مقبوضة يعني فاقبض، يعني كأن الأمر بالرهن هنا، يعني كأنه يأمره بالرهن، ويأمره زي ما يقول لك إيه برضه، فتحرير رقبة. فتحرير رقبة، الفاء هنا داخلة على مصدر، يبقى معناه فحرر الرقبة، صيغة من صيغ الأمر، يبقى كأنه صيغة من صيغ الأمر. خدت بالك؟ فدي ناخد بالنا منها. ومعروف طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري مشهور، ان النبي حتى كل بيقولوه حتى في خطب الجمعه، ان النبي مات ودرعه مرهونه عند يهودي،
مش كده؟ يبقى النبي راهن اهو، يبقى الرهن مشروع بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. النبي عندما توفي كانت درعه مرعونة على عند يهودي على 30 صاعا من شعير، 30 صاعا من شعير. والنبي ليه رهنها؟ رهنها لأنه هيجيله أموال، هيجيله أموال أرض فدك، أنت عارف الأراضي الزراعية بتيجي أموالها في مواسم معينة، فهو رهن الدرع لحين ما يجي موسم حصاد الأراضي التي يملكها النبي في خيبر وفي فدك، فيسدد ما عليه ويفك الرهنية اللي هي الدرع. واللي سدد الرهنية دي بتاعت النبي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام بعد وفاة النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في أحاديث أن الميت مرهون بدينه، يعني محبوس بدينه. طب والنبي يبقى محبوس بدينه؟ طب ما ميت ومديون. النبي لا يحبس بدينه، وأي إنسان طالما تارك ما يفي الدين يبقى لا يحبس بدينه. فالنبي كان تارك الوفاء بالدين، تارك أراضي وتارك أموال، يبقى النبي لا يدخل في إيه؟ في حديث أن الميت مرهون بدينه، يعني محبوس بدينه، على أساس أن الإنسان ما يموتش وهو مدين. طب واللي محبوس بدينه ده مين؟ الميت الذي استدان ولم يترك وفاء. واضح؟ يبقى النبي خارج من المسألة. وبعدين فيه أيضا أن النبي تعامل مع اليهودي في التجارة، فجواز التعامل مع غير المسلم في التجارة فيها كمان ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي حاله من أقرب الناس إليه، لأن سيدنا عثمان تاجر كبير، عثمان بن عفان، وده زوج بنتين من بنات النبي، لو كان يعلم أن النبي محتاج كان يديله بلا مقابل، صح؟ فدل على أن النبي كان يخفي حاله من أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم لعلو همته. ولأن المسلمين لو علموا أن النبي محتاج هيدوله لأنه أولى بهم من أنفسهم، فلا يريد أن يكون أحد له يد عليه، ولو أخذ من مسلم ربما يحرج المسلم أن يطالب بالعوض فيأخذه بماء الحياء، سيف الحياء. كل هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من أحد من المسلمين، ولو طلب طبعا يدوله أرواحهم قبل ما يدوله طعامهم، لكن النبي بيبين لك علو الهمة ازاي تبقى، وازاي ان الانسان يجعل ايه حاجته عند ربه ولا يعرضها لاقرب الناس اليه. فنبطل حكاية الايه اليومين دول لما يحصل له حاجة يقول لك سيبني فضفض، فضفض لربك ما تفضفضش للخلق. يبقى عرفنا ايه الاصل في الرهان في الرهن من القرآن والسنة. القرآن فرهان مقبوضة، يعني ايه؟ فرهنوا واقبضوا. فرهان مقبوضة تفهم بمعنى ايه؟ فرهنوا واقبضوا، زي فتحرير رقبة، يعني فحرروا رقبة، لان الفاء اذا دخلت على الضمير في محل في جواب الشرط او جزاء الشرط تبقى صيغة من صيغ ايه؟ الامر. وذكر المصنف ضابط المرهون، هيتكلم بقى على ضابط المرهون في قوله ايه الحاجة اللي ترهن. انا دلوقتي عرفت ان الرهن ده امر مشروع شرعا، وهي وثيقة مالية لاستيفاء الدين، مش كده برضو؟ طيب اي حاجة بقى رهنها؟ يقول لك ايه بقى؟ وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. يبقى اي حاجة يمكن بيعها يبقى يمكن رهنها، يبقى ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه بالمفهوم. يبقى عندي بالمنطوق قاعدة ومفهومها قاعدة تانية. القاعدة بتقول بالمنطوق كل ما جاز بيعه جاز رهنه، مش كده برضو؟ يبقى معناها بالمفهوم كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، واضح؟ طيب احنا عندنا في بعض الاشياء بتباع ولا يجوز رهنها، يبقى كل هنا مقيدة، كل مخصوصة إن كانت من ألفاظ العموم. زي إيه؟ زي بيع المنافع، يجوز بيع المنفعة ولا يجوز رهن المنفعة، يبقى تستثنى من القاعدة هنا بيع المنافع.
فالمنافع يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. يبقى كل هنا ليست من ألفاظ العموم لأن لا استثناء. يعني إيه بيع المنافع؟ زي بيع حق الممر. كان زمان الناس مثلا ممكن يبقى ملك شارع كامل، يعني يملك إيه؟ عمارات بتقلع على الجنبين والشارع ده كمان أرضه، فيقوم الناس عايزة تمر لأن الشارع بتاعه ده اللي هو يملكه ده هيأثر الطريق لبعض الناس إلى مصالحها، يقوم يجوا جيرانه يدفعوا له مقابل بيع الإيه؟ حق الممر، فياخد من الجيران بتوعه مبلغ معين مقابل إيه؟ حق الممر. ده اسمه بيع منفعة، هو ده لا يجوز رهنها المنفعة دي. كانوا زمان ساعات إيه أما يجي يحب يعمل سقف يقوم يضطر يحط الخشب بتاعه على جدار جاره، على جدار الجار، فهيحمل على جدار الجار، ممكن اما يحمل على جدار الجار ده ممكن ينبني عليه نوع من الضرر، فمقابل لهذا يقوم يبيع له حق الانتفاع، حق انه هو ايه يحط خشب على الجدار. ده اسمه بيع منافع. فبيع المنافع ده مستثنى من المنطوق. اما يقول لك كل ما جاز بيعه جاز رهنه، يقول لك كل دي على حقيقتها عن العموم ولا في استثناءات؟ تقول له في استثناء، وهو ايه؟ بيع المنفعة، يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. واضح؟ يبقى ايه؟ وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. احنا قلنا في عقود البيوع ان في حاجات لا يجوز بيعها، زي ما لا ينتفع به، مثلا زي ما اقدرش مثلا ابيع حبة رز، ثلاث حبات رز دي ما لهاش قيمة، هبيع كيلو رز ينفع؟ انما حبه رز ايه القيمه بتاعتها؟ لانها لا ينتفع بها، يبقى لابد ان المبيع يبقى ينتفع به، ولابد ان يكون المبيع غير نجس ولا متنجس. واضح؟ فما ينفعش ابيع حاجه نجسه. وكذلك لا يجوز بيع الحشرات والحيوانات الضاره التي لا نفع فيها، كل ده احنا قلنا اتكلمنا عليه. ولا يجوز بيع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان ايه؟ حلوان الكاهن، حديث مشهور وفي الصحاح. يبقى لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد، لا يجوز بيعه. طب افرض انا محتاج كلب صيد، انا بحصل عليه بايه؟ برفع الاختصاص، مش بعقد بيع، بقى اسمه رفع اختصاص وليس عقد بيع. يبقى وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. هل يجوز الإنسان يبيع نفسه؟ ملعون من باع نفسه، يعني ضرب على نفس الرق، يروح يبيع نفسه يوم يضرب على نفس الرق، يبقى عبد ملعون. وإذا كان بايع النفس ملعون، بائع النفس، يبقى بائع العضو ملعون، يبقى بيع الأعضاء حرام. كل دي قواعد تبقى في ذهنك عشان لما تيجي بعد كده تستجد أمور. نيجي في موضوع زرع الأعضاء بقى ويبيع أعضاءه وأجزاءه، هل يجوز ولا لا يجوز؟ نرجع لقاعدة لا يجوز للإنسان المسلم أن يبيع نفسه، وإذا كان بيع الكل حرام يكون بيع البعض حرام. واضح؟ فدي يدلك على بيع العضو حرام. كل دي قواعد تلاقيها في إيه؟ موجودة جوه أبواب المعاملات وانت مش واخد بالك، بس هي الفكرة عايزة لما تيجي تقرأها تقرأها بعمق علشان تعرف تستنبط ما يستجد من أحداث، فما تاخدهاش كده نصوص فارغة بدون تطبيق في الحال. طيب، واحنا قلنا ان ما يجوز بيعه يجوز هبته، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، فيبقى لا يجوز وهب الاعضاء التبرع بالعضو كمان، يبقى لا يجوز بيع العضو، وبناء على انه لا يجوز بيعه يبقى لا يجوز هبته، لان كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، وكل ما يجوز بيعه يجوز هبته. دي قواعد في الشرع الاسلامي في معاملات المسلمين استقرت في الفقه الإسلامي بإجماع الفقهاء. يبقى لما تيجي انت تستدل على حكم نقل الأعضاء الآن، تقول حكم نقل الأعضاء إن كان بيعا فحرام بالإجماع، لأن لا يجوز بيع الإنسان لا بعض ولا كل. يقول لك طب يجوز هبته والتبرع بها، تقول له ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، يبقى أيضا لا يجوز هبته. بناء على إيه ده كله في الآخر؟ أن الإنسان لا يملك أبعاده، بناء لأن أنت ما تبيعش إلا ما تملكه، تبقى حر التصرف فيه. هل أنت حر التصرف في جسمك؟
لو كنت حر تصرف في جسمك ما كانش ربنا يسألك ليه انتحرت وليه موت نفسك، مش كده برضو؟ فكون ربنا سبحانه وتعالى يسألك ليه موت نفسك دليل انك انت تصرفت فيما لا تملك، فانت لا تملك نفسك. اللي يملك نفسك بريها هو ربك، واضح؟ وكل لك ان تستعمل هذه الاعضاء بطريقة معينة، فلا يجوز لك ان تستعملها بطريقة غير اللي قال لك، بدليل ان عينك دي لو بصت للمحرمات يجي يحاسبك. لو انت تملك عينك كان يحاسبك ليه؟ ما هو المالك حر التصرف فيما يملك. فهمت ازاي؟ الصبر جميل، الصبر جميل. اسمع جملة مفيدة، ما تدخلنيش في حاجات فرعية. كون ربنا هيحاسبك على ما تسمع وعلى ما تتكلم به وعلى ما تنظر اليه وعلى ما تبطش بيدك، مش كده برضو؟ وما تسعى بقدمك، كل ده يدلك على انك انت مستأمن على هذا البدن ولا تملكه. فاذا كنت مستأمن على شيء فهل يجوز انك انت تفرط في الامانة ببيع او هبة او شراء؟ يبقى لا يجوز. يبقى قضية بقى بيع الاعضاء وهبة الاعضاء محسومة في الشرع الشريف، والمفروض انها ما تبقاش محل خلاف. لو احنا دارسين المعاملات الاسلامية حقيقة ما كانتش هتبقى محل خلاف، بل هتبقى محل اجماع من المسلمين ان لا يجوز تبرع الاعضاء. يبقى هتجي لي بقى، احنا بنقول الاعضاء بقى كلها، تيجي تقول لي بقى الكلى، وبعد شويه واحد يسال لي الكبد، واحد يسال لي الرجل، واحد يقول لي ما يصحش بقى، لان احنا قلنا الاعضاء يبقى كله خلاص قفلناه. فما تقوليش بقى الحكايه، خدت بالك؟ هذا مذهبي. الدم هل عضو؟ هل الدم عضو؟ احنا بنتكلم على الاعضاء، سؤال بس، هل الدم عضو؟ ليس عضوا. امال الدم ايه؟ فضله. يعني بيتجدد زي العرق وزي الريق. بيتجدد، يبقى ليس بعضو، فضله. واخد بالك؟ فلك ان تتبرع به لكن لا تبيعه. لا تبيعه طبعا. لانه نجس. هل يجوز بيع النجس؟ مش احنا قايلين يشترط في المبيع الطهاره؟ صح معايا، مش احنا لسه قايلين ان المبيع لابد ان يبقى طاهر، والدم اللي بيطلع مننا ده ايه؟ حكم البول، نجس، مش كده برضو؟ يعني لو ثوبك عليه اثر دم منك تنفع تصلي بيه ولا لازم تروح تغير الثوب او تغسل موضع الدم؟ يبقى نجس، فيبقى لا يجوز بيع الدم لانه نجس، ولا يجوز بيع النجس، مش كده برضو؟ يبقى ايه؟ يبقى الدم الحصول عليه بيبقى من باب رفع الاختصاص وليس من باب البيع والشراء. رفع الاختصاص يعني التبرع بالدم ده نوع من رفع الاختصاص، واضح؟ وبالتالي انت لا تضمن. يعني هو بيديك مكافأة بنك الدم 10 جنيه ولا 20 جنيه ويديك كوباية عصير تشربها وياخد منك التبرع اللي انت بتتبرع بيه ده. لو حلل ولقى الدم بتاعك مثلا فيه فيروس سي هيرميه؟ هل يعود عليك يقول لك اديني اللي انا اديته لك؟ ما يعودش عليك، لانك انت مش بايع. عارف لو بايع وبان فساد المبيع يرجع يسترد اللي دفعه، يبقى العقد مش بيع وشراء، مش كده برضو؟ لانه ما فيهاش ضمان. ما هو الفرق بين رفع الاختصاص والبيع ايه؟ الضمان. هو ده اللي هيبين الفرق. فهمت بقى يا استاذ؟ انا بيهمني ان انا اما اجي اشرح موضوع الفقه ان انا افتح عندك ايه؟ الحسة الفقهية. لان الفقه الاسلامي ده اصلا يعني بيسموه ايه؟ ملكة. لازم تولد الملكة دي، تبقى تعرف القواعد الشرعية ثم يبقى عندك ملكة، بحيث بعد كده يعرض عليك الامر عندك انت القواعد والملكة، توحطت القاعدة والملكات مع الامر الجديد تستنتج الحكم على طول، تبقاش حيران. فهمت بقى ازاي؟ الملكة دي مهمة، لان مش كل واحد بيقرأ في كتاب الفقه بيبقى عنده ملكة، مش كل طبيب عنده ملكة في التشخيص. يبقى دي عايزة بقى ايه؟ هبة من الله. الملكة دي بتاخدها لو الشيخ اللي بيدرس لك الفقه عنده ملكة، يجي لك الملكة لانها معدية. فهمت؟ زي الطبيب الشاطر لما يبقى تحت ايده تلامذة اطباء صغيرين وعنده ملكة التشخيص، يشتغلوا معاه سنة اتنين يطلعوا اطباء شاطرين. ليه؟ يلقطوا منه الملكة. فهمت؟
فلا بد انك انت لما تيجي تتعلم الحاجه تتعلمها ممن عنده الملكه علشان تلقط منه كمان كيفيه تطبيق هذا العلم، والا تبقى قواعد في ذهنك مش عارف تستفيد بيها. كل ده احنا جبناه منين؟ من كلمه كل ما جاز بيعه جاز رهن. شفت كل الكلام ده اتولد من ايه؟ من الكلمه دي، من القاعده دي. كل ما يجوز لا يجوز بيعه لا يجوز، يبقى بالمفهوم المنطوق كل ما جاز بيعه جاز رهن، يبقى المفهوم كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهن، مش كده؟ برضه في الديون بشرط، امتى بقى رهنه؟ اذا استقر ثبوتها في الذمه. يبقى انا ما رهنش الا لما يستقر الدين في ذمتي الاول. يعني انا ارهن الحاجه قبل ما اقبض منك اللي انا هاخده؟ ما ينفعش، لازم الاول يستقر في ذمتي الدين. لما يستقر في ذمتي الدين يبقى ساعتها استطيع ان انا ارهن الشيء. يعني ما ينفعش ان انا ارهن الشيء وانا في فتره ايه؟ الخيار في رد المبيع. انا ما بشتري حاجه بيبقى عندي زمن خيار ان انا ممكن اردها بالعيب، مش كده برضو؟ يبقى ما ينفعش انا ارهن الحاجه قبل ما يبقى البيع نافذ، لان وقت الخيار لم يثبت الدين بعد. فهمت بقى؟ فيبقى لابد انه يستقر الدين في الذمه الاول كمان. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله وكل ما جاز بيعه، واحنا قلنا ناخد منها يستثنى منها بيع المنافع. بيع المنافع جاز رهنه في الديون اذا استقر، استقر ثبوتها، يعني ثبوت الديون، الضمير هنا يعود على ايه؟ على الديون. اذا استقر ثبوتها في الذمه. احترز المصنف بالديون عن الاعيان، فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبه ومستعار. طيب انا دلوقتي غاصب ارض، انا غاصب ارض تحت ايدي واخدها غصبا، ينفع ارهن الارض المغصوبه دي على دين عامله؟ ما ينفعش، لان انا واجب علي ان انا اردها لصاحبها، والحاجه اللي رهنها لازم اكون حر التصرف فيها، والشيء المغصوب ده انا لست حر التصرف فيه لانه آل الي من حرام. فهمتني بقى ازاي؟ طيب ولو استعرت برضه، في الاستعاره انا واخد منك كتاب عشان اقراه وهرده لك بعد شهر، ينفع ارهن الكتاب ده في مكتبه واخد كتاب غيره وانا ما املكوش اصلا؟ يبقى هنا العين، فلا يصح رهن العين المغصوبه والمستعاره. لماذا؟ لانها لابد ان ترد بعينها، انما في الرهن، في الرهن انت ممكن تبيع وتتصرف فيه وتاخد قيمته. فهمتني بقى ازاي؟ لكن انا لما ياخد العين المغصوبه لابد ان يردها بعينها، والمستعار لابد ان يرده بعينه. فاذا كان هيرده بعينه وفي الرهن ممكن يتصرف في قيمته، يبقى ما ينفعش يجتمع الاثنين، يبقى بالتالي لازم اخرج دول. خدت بالك الفهم بتاع الفقهاء؟ يعني عشان تعرف ان الفقهاء المسلمين دول ناس منورين، فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبه ومستعاره ونحوهما من الاعيان المضمونه، لان اي عين مضمونه في جهه ما ينفعش اخليها تنشغل بضمانين. فهمت؟ يعني هي مضمونه لجهه، ما ينفعش اخليها مضمونه في جهه دين اخر، لان لابد ان انا اردها. ما يقول لك المشغول لا يشغل، مش القاعده كده؟ المشغول لا يشغل، فطالما هو مشغول في حاجه ما تشغلوش بحاجه فوقيها. ما جعل الله لرجل من قلبين ايه؟ في جوفه. المشغول لا يشغل، هو معروف عند المناطق، الحاجات دي كلها قواعد في المنطق معروفه وفي اصول الفقه. واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم، وعن الثمن مده الخيار زي ما قلت لك، لان لسه ايه ما استقرتش. ايه دين السلم؟ احنا لسه قرينا السلم الدور اللي فات، شرحنا عقد السلم الدور اللي فات. عقد السلم بتدفع الثمن في موصوف بالذمه، مقابل شيء موصوف في الذمه.
طيب اللي موصوف في الذمه ده ما جاش وقت تسليمه، يبقى ينفع اللي خد فلوس عقد الزلم يرهن حاجه عندي لانه ما استقرش لسه بذمته؟ فهمت ازاي؟ ده هو هيسلمها لي بعد 3 شهور، طب يرهن ليه عندي؟ واضح؟ طب لما يجي 3 شهور وما جابليش، من حقه ان يرهن، من حقي بقى ان انا اطلب منه رهن يضمن لي اللي خده لانه استقر الدين في ذمته. واضح؟ يعني لما يجي وقت حلول عقد السلم وتسديده فعجز عن تسديده واخذ المال وتصرف فيه، اضمن انا حقي ازاي؟ ابتدي بقى اطلب بقى حاجه حقي لانه استقر في الذمه، يوم ساعتها اطلب بقى ايه؟ رهن. واضح؟ انما طول ما هو لسه ما استقرش في الذمه ما ينفعش. وكذلك الثمن في مده الخيار. مده الخيار احنا قلنا عندنا في خيار العيد وفي خيار الشرط وفي خيار المجلس. مش احنا اتكلمنا على انواع الخيار في عقود البيع. عندي خيار عيد، خيار مجلس، خيار شرط. والملكيه عندهم خيار الرؤيه. الرابع يعني. الملكيه الشافعيه ما عندهمش خيار الرؤيه. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، يبقى يظل عقد الرهن عقد غير لازم ما لم يتم القبض. فإن قبض الرهن بقى لازم. ما اقدرش افك الرهن من ايده الا لما اديله الدين. طالما قبض الرهن واستلمه اصبح عقد لازم، لا استطيع ان انا اخلص الرهن من يده الا لو دفعت له الدين. واضح؟ انما ما لم يتم القبض يبقى غير لازم، يعني ممكن اقول له افتح الله، السلام عليكم، لا انا عايز دي ولا عايز دي، مع السلامه. واضح؟ علشان كده ربنا بيقول فرهان مقبوضه. ما قالش رهان وسكت، رهان ومقبوضه. فهمت؟ وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، اي المرتهن. فان قبض العين المرهونه ممن يصح اقباضه لازم الرهن، وامتنع على الراهن الرجوع فيه. واضح؟ واضحه الحته دي؟ ركزوا يا جماعه. والرهن وضعه على الامانه، احنا قلنا ان اليد يد الراهن المرتهن على الرهن يد امانه. يبقى وضعه على الامانه. وحينئذ طالما هو يد امانه، وحينئذ التنوين هنا تنوين عوض عما سبق، يعني وحينئذ انه يد امانه فلا يضمنه الا بالتعدي. يعني ممكن ما تنونش تقول وحينئذ انه عقد امانه يد امانه فلا يضمن الا بالتعدي. يسموه تنوين العوض، مش كده؟ تنوين العوض قد يكون عن كلمه وقد يكون عن جمله وقد يكون عن معنى سابق، فناخد بالنا من الحاجات دي. والرهن وضعه على الامانه وحينئذ لا يضمنه المرتهن الا بالتعدي فيه، وشرحنا احنا صور التعدي انه يسيء حفظه. انا رهنت عندي عنده العربيه بتاعتي في الجراج بتاعه، قلت له خد العربيه بتاعتي اهو مفاتيحها اهي، واخد بالك لحد ما اجيب لك ال 100,000 جنيه بتاعه البضاعه اللي انا خدتها منك. هتجيبها لي امتى؟ تقول له هي في خلال شهر، انا مسافر شهر، اجي اخد منك العربيه واديك الفلوس. رحت انا سافرت مشوار واتفقنا ان انا بعد شهر هرجع اخد منه عربيتي واديله ال 100,000 جنيه بتاعته. هو خد العربيه اداها لابنه يروح بيها الكليه. الواد رايح بالكليه عمل حادثه بهدل العربيه، يضمن هنا لانه تعدى. انا ما اتفقتش معاه انه استعملت ده، انا مديها له يحفظها كضمان وثيقه بدين، راح هو استعملها. فهمت ازاي؟ فلما هلكت منه في الاستعمال يضمنها بقى. واضح الكلام؟ يبقى هو عليه الا يستعملها. واضح؟ طيب افرض ان انا عايز استعمل عربيتي المرهونه، استعملها من حق. طب امال هو ايده عليها ايه؟ ايد حجر يمنعني من بيعها بس، لكن لا يمنعني من استعمالها لان انا ملك. واضح؟ يعني ممكن انا اقول له اعمل له كده ايه عقد بيني وبينه ان العربيه
تبقى ممنوع بيعها لحين سداد الدين، يسموه حجر عن البيع، في حظر بيع، ده ساعات يتحمل على الرخصة. حتى رخصة العربية ساعات لما بتيجي تشتري عربية ويكون البنك هو اللي مسددها، بتطلع الرخصة ايه مكتوب عليها حظر بيع، او ده البنك ضامنها وانت بتستعملها لانك ملكها، ما انت شاريها من البنك، فهم؟ لكن غاية يد البنك عليها ايه؟ يد حظر بيع، نوع من الحجر، فهمت ازاي؟ لكن لا يمنعك من ايه؟ من استعمالها والاستفادة منها لانك ملكها. ويبقى بالتالي اللي بيحصل في بعض بلاد الارياف ان يرهن الفدان بتاعه، يقوم ياخده المرتهن يزرعه 5-6 سنين وياخد اللي فيه لحين ما التاني يجي يسدد له، ده حرام هذا العقد. ليه؟ لانه هنا المرتهن بيستفيد بالرهن، فبيتولد منه مال، ومنع المالك الاصلي من الاستفادة بارضه. فيبقى العقد بالصورة دي اللي بيتم في بعض ارياف مصر خصوصا في الصعيد باطل شرعي، فهمت؟ ليه؟ لانه منع المالك الاصلي من الاستفادة بالرهن الذي يملكه فترة الرهن، هو غاية ما يملكه المرتهن انه يمنعك من التصرف لحين تسديد الدين، غاية ما يملكه، لكن لا يملك منعك من ايه؟ من الاستفادة. انا اديته البقرة بتاعتي رهن، فانا باكلها، يبقى انا اللي احلبها واخد لبنها، ابعت كل يوم ولادي يروحوا يحلبوها وهي عنده، وابعت ولادي كل يوم يبعتوا لها الاكل وهي عنده، وممكن اخدها واستعملها في حرث الارض بتاعتي، فهمت ازاي؟ ما يمنعنيش منها، لكن غايه ما هنالك انها تبات عنده عشان يضمن حقه لحين ما سدد له الدين. يبقى لا يجوز للمرتهن ان يستعمل الرهن الذي في يده، لان يده عليها يد امانة وليست يد اعارة وانتفاع، فهمت بقى؟ ولا ايجارة، فله عقد ايجارة ينتفع بها، ولا هي عقد ايه؟ اعارة، بحيث انه لو حولها الى ايجارة او اعارة فانتفع يضمن، ويخصم ما دخله من ايه؟ من فائدة من اصل الدين. واضح؟ يعني افرض ان ايه؟ خد العربية بتاعتي دي وانا سافرت بقى ما دريتش بحاجة، راح مشغلها تاكس كل يوم بيدخل له 100 جنيه، يوم ما ارجع حسبه، اولا هو استهلكها فايه؟ فقلت قيمتها، العربية بيقل قيمتها بالاستهلاك، مش كده برضو؟ فيبقى قلل قيمتها وعاد عليه ربح من استعمالها، او ما احسب انا قرش النقص وما استفاد منه واخصمه من الدين، فان حصل الدين يبقى خلصين، دي عربيتي، وان زاد يضمن الزيادة، فهمت؟ وان زاد يضمن الزيادة، المرتهن يضمن الزيادة للراهن. لا انا اقصد حاجه تانية، يعني الراهن رهن العربيه وبعدين كان بياخدها عشان يستعملها، ولما بيستعملها اولا الى جانب مستهلكها بيستفيد بيها. طب ما هو ملكها، يعني هو ملكها. طيب ما هي قيمتها برضو كده هتقل. اذا كان يبقى له ان يمنعه من استعمالها، له ان يمنعه من استعمالها فقط، لكن ايه؟ ما يستعملهاش هو بداله، فهمتني ازاي؟ اذا كان الاستعمال يؤدي الى قله قيمتها فيضيع حق الثاني، فله ان يحجر عليه من استعمال الحين ما ايه، وله ان يتفق معه، كل ده يتم بالاتفاق. كان زمان صورة العربية مش موجودة، كان صورة الدبة، يعني كان زمان اما يرهن بيرهن دبة، يرهن بقرة، يرهن جمل، يرهن حصان، اللي هي دي الوسائل بتاعتهم. انما الوقت احنا بنضربها بمثال السيارة، ليه؟ عشان دي حياتنا الوقت كده، ما بقيناش بنتحرك بالدواب، خلاص العشارة عطلت، ما دي من ضمن علامات القيامة، إذا العشار وطلت، وإحنا دلوقتي ما بقاش العشار بتستعمل في النقل خلاص، والجبال سيرت، الجبال اتعملت أنفاق ونسفوها وعملوا منها مدن، فكل العلامات دي شغالة، يعني اللي إحنا بنقراها في القرآن دي العلامات دي كلها شغالة، فالجبال سيرت والعشار وطلت،
والوحوش حشرت في جنينة الحيوان مش كده؟ عملوا جنينة الحيوانات وجابوا الوحوش من جميع أنحاء البتاع وحطوها في إقفاص والناس تقطع تذاكر وتروح تتفرج. فيعني كل العلامات شغالة والحمد لله يعني. ومن ضمن علامات القيامة الوضع اللي احنا فيه ده، انتشار القتل والهرج، وان الرويبضات تتكلم في شأن العامة مفيش حكمة، لا الحكام عندهم حكمة ولا المعارضين عندهم حكمة ولا حد عنده حكمة، اسمه رويبضة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في تعريف الرويبضة ايه؟ هو الرجل الجاهل الذي يتكلم في شأن العامة. فتبص تلاقي نشط سياسي ونشط مش عارف ايه ونشط ايه، وتلاقي عيل فاشل في حياته وبقى نشط سياسي. يعني هو ما نجحش في إدارة نفسه هيدير البلد؟ إذا كان هو ما عرفش يدير دائرته الصغيرة على مستوى نفسه وعلى مستوى أسرته، لكن بقى ناشط، تجيب القنوات الفضائية تلاقيه قاعد هنا، وبعد شوية ساعة تلاقيه في القناة الثانية، وبعد شوية في القناة الثالثة، بقى مشاهير ونجوم. النجوم دي رويبضات من علامات الساعة، زي ما الوحوش حشرت وزي ما الجبال سويرت، زي ما وسد الأمر لغير أهله، كل دي علامات الساعة. يعني احنا عايشين في أخبار اللي بيقولها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالواحد لما بيشوف الوقائع اللي قدامه يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا ينجينا. يبقى نخلص طب السطر ده. والرهن وضعه على الأمانة، وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي فيه، ولا يسقط بتلفيه شيء من الدين. طيب، طب افرض تلف المرتهن، مش معنى كده انه تلف المرتهن يسقط الدين؟ الدين من حق، بس يضمن هو بقى ايه؟ الرهن. لكن الدين لسه حقه موجود، واضح؟ ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفيه صدق بيمينه. طب لو ادعى المرتهن انه ايه الرهن تلف في يده، ادعى هذا ولم يذكر سبب، يصدقه القاضي بيمين يقول له احلف، واضح؟ طب لو ذكر سببا ظاهرا لا يخفى، يبقى لابد يجيب شهود، واضح؟ لو ذكر قال حصلت حريقه، الحريقه دي هتبقى في السر ولا الجيران كلها عارفينها؟ يبقى يجيب شهود بقى ان في حريقه حصلت. فان ذكر سببا ظاهرا لم يقبل الا ببينه، بينه يعني شهود. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة، ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة، لأن الأصل إيه؟ الأصل انشغال الذمة، فلازم يجيب بينة علشان يبين براءة ذمته، فهمت؟ طول ما أنت ماشي مع الأصل يقول لك على الأصل دور. وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج، أي لم ينفك شيء من الراهن حتى يقضي جميعه. افرض أن أنا بسدد له الدين أقساط، ما يفكش الرهنية إلا مع آخر قسط، واضح؟ يبقى يفضل الرهن مرهون لحد آخر قسط من إيه؟ من السداد. وإذا قبل المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج، أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، أي الحق الذي على الراهن. والله تعالى أعلى وأعلم. أيوه. إذا كان المرتهن هو من يطلب الدابة، هل له الكفة بطريقة مثلا أو في الحق؟ المرتهن هو من يطلب الدابة. له أن ينتفع بها بقدر إطعامها، فإن زاد عن إطعامها الزيادة يسددها. وكذلك إن أطعمها يأخذ لبن، فإن زاد اللبن عن قدر إطعامها يرد الزائد للمالك. ها؟ لو حملت وولدت وهي في يده، لا، الزيادة ملك المالك مش ملك المرتهن، واضح؟ المال لو في مال عندك رهن عندك في البيت، إن لو يجوز استعماله لا يجوز. هو حد هيحط مال رهن؟ ما هياخد ادم عندك ماله هترهنه، ما تدي له الدين وخلاص تملي اللي بيرده. لا يا سيدي اسمعني، الوقت لو اديته مال يبقى هو ياخد حقه منه خلاص، سهل. يعني انا الوقت ليك انت عندي 50,000 جنيه، فاديتك 50,000 جنيه رهن، طب ما هي محد قالك رهن ليه؟ ما تبقى بيع، ده اسمها امانه يا استاذ، ما اسموش رهن يا استاذ. يا استاذ ما تلخبطش يا استاذ، انا سايب فلوسي عندك امانه،
احنا هنا بنتكلم رهن، رهن دي مقابل بيع وشراء، لكن انا ما سددتلكش الدين فحطيت، انما الثاني ده يد امانه لا يجوز انك تستعملها، يد الامانه لازم تحفظها، الا لو استاذنته، لو استاذنته، لو استاذنته واذن لك تبقى يدك يد ضمان، تحولت يد الامانه اليد من يد امانه ليد ضمان. فهمت بقى؟ سيدنا الزبير، سيدنا الزبير بن العوام كان كده، سيدنا الزبير بن العوام كان معظم اهل المدينه تسيب ايه اموالها عنده، فعامل زي كانه بنك عنده اموال الناس كلها، لكن فكان سيدنا الزبير بن العوام يشرط عليهم ان هو هيستعملها ولما يجوا يبقى يرد له بدلها ويثبتها، واخد بالك ازاي؟ فتحولت يده الى يد ضمان. انما طالما انت سايب حاجه عندي امانه المفروض ان انا ما استعملهاش، وطالما ما بستعملهاش تبقى ايدي عليها ايد امانه لا اضمنها، فلو اتسرقت انا ما اضمنش اسددها لك، لكن لو انا استعملتها يبقى تحولت يدي الى يد ضمان وجب ان انا اسددها. وعلشان تتحول يدي في عقد الامانه الى يد ضمان لابد ان انا ايه اتعدى، يبقى بالتعدي او بالاذن منك ان انا استعملها. واضح؟ يبقى مش الموضوع اللي بتسأل عليه ده مش موضوع النهارده، احنا بنتكلم النهارده في الرهن. فهمت ازاي؟ بعد كده هتيجي ايه عقد الوديعه، هيجي بقى باب الوديعه، الوديعه اللي هي الايه ان انا ودعتها عندك عشان تحفظها لي. فاللي بتقوله ده هيجي في عقد الوديعه. واضح؟ فما تلخبطش، ما تدخلش العقود في بعضها. طب لو فرض واحد رهن خدام ارض، ايوه، مقابل مبلغ معين وبعدين سدد نصف المفروض بقى انا لو رهنت فدان الارض دي يبقى المالك له ان يزرعه، يعني الراهن له ان يزرع ارضه وهي مرهونه. طب وفايده الرهن ايه؟ يمنعه من بيعها، لكن ما يمنعوش من استعمالها، لان استعمالها لا يقلل من قيمتها، استعمال الارض هنا لا يقلل من قيمتها، فما يمنعونيش من استعمالها. فلو منعاني من استعمالها يبقى هنا جاني بيجني علي، ويبقى في الحالة هنا يتحول إلى ضامن، يعني هو نفسه استعملها. واضح؟ وهي رهن عنده فاستعملها، المفروض القاضي هنا يشوف المبلغ اللي دخله من استعمالها قد إيه ويخصمه من الدين، كأنه أقساط متسددة من الدين. واضح؟ فهمت المعنى؟ والله تعالى أعلى وأعلى. لا، أنا سؤالي إنه لو الفدان الراهن سدد نصف قيمة الرهن، هل له الحق ان هو احنا قلنا ما يستردش لسه قايلين لا يسترد الرهن الا لما يدفع اخر قسط، مش لسه قايلين؟ مظبوط. لا يسترد الا لما يدفع اخر قسط. انا كنت متصور مثلا دي لو سياره مش هيقدر لا برضه لا، لكن لا طالما الارض كلها مرهونه يبقى ما يفكش الرهنيه عنها الا لما يسدد اخر قسط، لكن لا يمنعه المرتهن من الايه من الاستفاده به. واضح؟ لا يمنعه من الاستفاده به. والله تعالى اعلم. كده انا بستطيع ان ياتي ببيان بان مثلا سرقه مثلا خلاص، يبقى ايه؟ يبقى القول قول الثاني بيمينه. قول الثاني بيمين. الله تعالى.